أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الشاب يعمل معلما وهو محتاج للزواج، ومع ذلك يحتاج إلى المال، فأشير عليه بأن يشتري أسهما من إحدى الشركات بثمن مؤجل يسدده على أقساط، ثم يقوم بأن يبيع هذه الأسهم بثمن حاضر حتى يستطيع الحصول على المال، ولأنه قد تكون خسارته في ذلك أقل فيما لو اشترى سيارة أو سلعة أخرى ثم باعها في نفس الوقت. فما حكم شراء هذه الأسهم ثم بيعها؟ وهل هناك ضوابط لذلك؟ وهل تنصحونه بذلك أم لا؟ لا ننصح بشراء الأسهم، لأن الأسهم مجهولة مجهولة، والغالب أنها لا تسلم من الربا، لأن في شركات أو بنوك لا تتورع من الربا، فالأسهم ومجهولة أيضا ما يدري ما، فالأسهم لا يشتريها، وإنما يشتري سلعة واضحة، سيارة أو أقمشة أو طعاما، ثم يبيعه ويرتفق بثمنه، يرتفق بثمنه. هذه مسألة التورق. أما الأسهم فلا تصلح، لأنها مجهولة من ناحية، ولأنها الغالب أنها ما تسلم من الربا، لأن في شركات أو في بنوك تتعامل بالربا، إلا إذا كنت تعلم 100% أنها ليس فيها ربا فلا مانع. نعم.